مرحبا بكم شيوات ماما. اليوم جيتكم بان كيك ساهل بزاف واقتصادي. دونك سي ان كيك بنات كوكو يجي فريمون خفيف وما يطلبناش مكونات بزاف. نبدا بالمقادير. بسم الله. نسحقوا زوج كيسان تاع فارينا. دونك انا عودتكم باللي شنا بينا دائما نعوض جوج مغارف فارينا بجوج مغارف مايزينا باش تجي الكاطو تاعي دائما خفيف. دونك زوج كيسان فارينا، الكاس الثاني نحيت منه زوج مغارف كبار، عودتهم زوج مغارف مايزينا يعني النشاء، كاس سكر كريستاليزي ماشي معمر بزاف، باكي تاع لا لوفور شيميك خميره كيميائيه، نص كاس زيت لا فاني. وهنا خلطت نص كاس شويه اقل من كوست نص كاس حليب مع ثلاث مغارف تاع لا نوت كوكو، سخنتهم وخليته يطلق مليح. انا كنت تطلق مليح يعني الذوق تاعها في داك الحليب. نحتاج الى ثلاثه حبات بيض. والتزيين حندير 150 غرام شوكولاتة بيضاء مع 20 غرام زبدة حندوبهم ونزينهم الفوق بنات كوكو غابي. فوالا نبداو. بسم الله. دونك قلنا البيض تاعنا نديرو فوق السكر، ندير شويه فانيلا الفاني. بسم الله. هندربها مع بعض. نزيد هذاك الزيت. نزيد الحليب مع الكاكاو. على نواة كوكو عفوا. وهنا نحط الخليطين، نحط الفارينة. بسم الله. نحطها مع المايزينا قلنا، نزيدو الخميرة. نخلطو بلا عقل. الخليط تاعي راه جاهز. انا تحضرت من قبل امود، درت الدوله داخل الزبده. هاوليك هذا الخليط المول تاعي وجدته كبير كلو دابا دهنته بالزبده. حطوه لداخل. بسم الله. فرغوه. فرغوه كامل. انا نحط لو كيك تاعي يطيب دونك على 180 درجه لمده 35 دقيقه. نولي لكم ان شاء الله. اذا ها ليك لو كاطو تاعي راه طايب. دونك طاب لي حوالي 30 دقيقه يعني كل واحد والفرن تاعو. يجي فريمون خفيف، خليته برد مليح. رحت سخنت هذيك دونك ذوبت الشوكولاته مع الزبده، راح نحطها فوق. بسم الله. دونك نحطوها على كامل، نغطو بها كامل الكعك تاعنا. اذا انا باش ما نطولش عليكم نروح نكمل نغطي الكعك تاعي، ندير فوقو لان مات كوكو. نولي ليكم ان شاء الله.
اذا ها الكيك تاعي بلانات كوكو راه واجد دونك طليتو كامل دونك بالشوكولاته البيضاء دونك دورو بالعقل هكا وتليوه لداخل بيان سور الكوكو تاعي ما تنساوش ديرو لداخل باش يجي شباب نوريه لكم من قريب عندك يجي خفيف نقطع لكم قطعه تشوفوها الله نهاولي كيفاش يجي الداخل ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو تشتركوا في قناه شيرات ماما تويتر فيسبوك يوتيوب بارطاجيوها مع احبابكم ونقولكم بصحه قهوتكم بصحتكم ومع السلامه